أطلع صناعة سعودية تم دورك أنا تطلع لنا مكمل قدر الدين قد نعود نبث به جزاكم الله خيرا. والله ما كنا قاعدين اليوم على الله هو أن ما عندنا حركة وخير لا حد يتم يتكلم، الوضع يحتاج ابناء كامل كلمة يتم يدري برا ويقول ذاك الذهب به اللي به اللي الوضع متين. أخيرت أخيرت كبيرة أخيرت أخيرت الوضع يحتاج أبناء كاملة. ما تجحدر أخيرت أخيرت بكم كاملين قاماني بسمي حد أخيرت بكم كاملين أنتم هذوك اللي طلعتوا وفدتوا جزاكم الله خيرا. ولا نحاني المنصة بعد طلعوا لها اثنين ولا ثلاثة نحاني من زاد شوي نعود نبدأ. والله إلا نعرف إني تحسكم يا غير شتو حنا هذو الشوابين منين يبدا واحد يدقدق الراس ويعود مريض يتم لا ماشي عاد لا يوقع لا يتم ماشي رد رد خروج يا غير بعد إن شاء الله لا نقول لا تستفادوا منه وياسر منه بعد لا قناعته لا يعود ولا لا الحق. جزاكم الله خيرا راني انا شاكركم كاملين انتم قرطع طلعتوا ومرحب بكم بجد منكم ماني قادر نقرص واخترت نشكركم كاملين على متابعتكم لي اللي جازيكم بالخير سياني عندي ذاك اللي ينقذني وذاك اللي ما ينقذني نبقيكم كاملين وقالين عليا بيا اللي دائما تتابعوني وانا ماني قبال حتى لا نختار سابق نبدا نختار نتكلم عن شوي مريض ملاحظة شفتها لها صورة ما عجبتني حتى قصر المؤتمرات نتكلم ولا عن مساعدة عني من المواطنين ولا لهين بدوتو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نختار نوجه رسالة ل وزارة المياه والصرف الصحي إن العاصمة راهي عطشانة وهم الحجار منين يجوا من الكدية الهروب عليهم العاصمة ماني مسمي بلد راهي هي كاتل هذا العطش كاتل هذا العطش وراهم يدين انقطاع عنهم الماء خلاو يديني هذه اللي جاي من هلمة هذا شكاوي اليوم خالي من العطش وهذا ماذا اللي مدة واحلة فيها لا هذا زادت أربع سنوات وهي ذي خالها العطش في نواكشو وفي البطارين ما هم متضررين من العطش في نواكشو متضرر للبخارة لا البخارة ويديني والداخل كامل هم متضرر من العطش وخالق الواي تفاجئت منه جاب لي حط صورته هذا المؤتمر العدل الحزب الحاكم تقويم ذي الحزب الباطل يقولوا لي صار تقويم اربع سنوات من انجازات قالوا هم الشيخ قزوان اللي ما مخلين يعدل انجازات ولا ما يخلوا الدنيا رئيس الحزب جاي والوزير الاول ما شقد فيه ما لقاش والدنيا دفقت قايسه واللي جاء الوزير والمستشار المكلف الديوان رئيس الجمهوري رئيس الحزب ما تراه خرصوا ولا يخلصوا الوزير الاول هل لفتت دماغي وانا بعد عاجبني والنجان عاجبني على وجوده لمفرسيه في كل شيء ومعاضد علينا عادل عادت الناس كامله عاطيته قيمه لا هو وتخلص ولا هو والتابعه لا حركته هو الناس السابق له كلها يمد يده لاين لاين بدا بروايه وراني نمد لا ريبيتيه ونعدها لكم راني لكم ماني معارض ولا معارض يا غير نطرح اصبع لوجهي انا ماني من المعارضه ولا نعرف المعارضه يا غير كنت ما نقول ذاك اللي يا الله اللي نجي منهم انا خالق روايه ما نقدر ننساه
خارج انطلاق الحمله الزراعيه في القرايه انا ما قد ننساه، وخارج مهرجان الثروه الحيوانيه في تنبطخه هذا ما قد ننساه. السيد الرئيس فخامه رئيس الجمهوريه اللي باقي ذيك مده جوا فيه، انت مشيت وعدلت اكبر مهرجان للثروه الحيوانيه في تنبطخه ونسقل فيه لم الملايين وبتني فيه لم الخيام، ولا بقى حد ما شاب ينعت وتعهدت واعطيته. لا كنت نعطيكم عاطين من الميلاد ولقيت خطاب وتعهدت به ان اختير نبقي نعرف. لكن المهرجان منين؟ مهرجان الثروه الحيوانيه منين؟ مالو مال؟ لماذا يموت؟ انا ما نقدو نتمو انتم انا وهذا المجهول اللي متباركين معي جزات 4 سنوات. هذا المهرجان هذه الثروه الحيوانيه اللي اعلنتوا لنا انطلاقها من تنبطخه ويني؟ شو عدل منها؟ وين الفضل وخاصت لها؟ وذا اللي نسقل فيها من الملايين ودا بلاصه كنت ودا بلاص ودا بلاصات موريتاني كامله؟ هذا انا ماني فاهمه. سيد الرئيس هذه قضيه الثروه الحيوانيه احنا فرص علينا نجبروا لها حد يفسر لنا ذا اللي قلته فم انت هو رئيس الجمهوريه وذا اللي تعهدت به خطابك موجود وذا اللي نعطى فيها وين هو؟ شو عدل فيها؟ شو عدل من الثروه؟ شو جبرت الثروه الحيوانيه في تنبطخة والناس اللي جابت حيوانها وعرضت والناس اللي قلات؟ سيد الرئيس انا بعد لعلي اني ماني شايف عليك شيء ونعرف انك راجل صادق يا غير تضحك فيك مد يا دالي وخيرت تضحك فيك مد تمشي دا بلاستيك من هون كرا يتعدلوا مهرجان الثروه الحيوانيه تنبطخة وتتلاحق الدنيا ويزقل دم الملايين وهذا قلتوا قاعدين تعدلوا نبي يقدروا والله تعدلوا لهم بيه سوندجات وتعدلوا لهم بيه الحريثه ذا اللي نزقد ونقال انه لا يخلق الثروه الحيوانيه احنا ما شفناه هذا ما وقعك معناه لا تلا حد يعدل لنا مهرجان ويتكلم لنا عادي الجزاء لهين جيس روايه اخرى تنمذ ذيك اللي امتنعت لي انا والمزارعين انا باسمي رئيس مزرعتي امام بيتي لين غادي نتمل الزراعه من القراية راني انا طالب العالم كامل لين نكذب يقول لي كذب علمت وجذا من الوتا وبتنا ذا من الخيام وذا من الرجاله والعياء حتى اهل القراية المزارعين امتنع يقعد حلاك منهم حد في المخيم وانا اللي معاهم امتنع انا وين هي القراية؟ عدلتوا فيها لا مشيت انت تفدها مع الصباح شو عدل في القراية؟ وجبروا هذه القراية. سيد الرئيس هذا ما يتواصل. سيد الرئيس هذا ما يتواصل. هذا إلى عاد إنجازات يا المتابعين قولوا لي إن هذا كان من إنجازات القزوان وإنجازات نظام. هذا مهرجان الثروة الحيوانية اللي داسمه وهذا انطلاق الحملة الزراعية من القراية. هذا ما يمها ما ينجذبي. هذا ما يتواصل. هذا يا اخوتي مدة تودا بلاصة كاملة وينزقل وبنى من الخيام وكلها جايب الحمير وجايب الزراعة ما قد يعدل لما خالق مولانا في القرايب شيء اسوى شنو يعدل الشعب ما يتواصل هذا ما يتواصل هذا ما يتواصل هذا ما يتواصل وهذا الداني نقول اللي مات ليت ساعة تعش ولاني مخلي شي يفوت وشي كامل وعدل وتعهد به الرئيس والله تعهد به وزير ما وعد ندور نجيبه ولا يتابعوا ونقولوا ما ادري ساكتي خلق رواية امتي لفتت انتباهي هذا النظام اللي لا نظام العشرية يا غير العشرية الثانية اللي ما متفقدين منه ما هو 5 حبس هذا اللي يقدي نحبس ولا عبد العزيز ويحيى الحدني واللي برا روحه وعبد الجبار البري والبشير البري ومن ثاني واللوداعة الجماعة نحبس هذا ما يقدر ياكلوا موريتانيا ولا هم العشرية الناس اللي نهبتها هي الحاكمة هي الموجودة في النظام وهي الموجودة في حزب الانصار هذه هي اللي نهبت العشرية هذه هي نهبت العشرية وانا ما اقول عندي انها تم ينقال
العشريه وكلها يتكلم هو لاعب العشريه، هي رموز العشريه والناس اللي تشرع والناس اللي تدار وهذه العشريه وحزب الانصاف اللي هو حزب اتحاد من اجل الجمهوري، هذا مالو هو العشريه، هي العشريه لا هي مازال حاكمه. احنا مع بعض مع بعض طرش مع بعض طرش ولين نقول كذب شي كذب قولوا لي هي العشريه كون هي الحاكمه. شنقب شنقب شطره العشريه مازال لا حاكمه. يا فخامة رئيس الجمهورية اطلس عنا كل عبد العزيز اليوم والله حبس الناس اطلس معنا انت كل شيء اطلس ولد عبد العزيز واطلس قوم معناك مانك خادس من شيء انت تحبس تكون مفسدين هو الفساد مازلنا جايين الى عادوا خارج مفسدين لا هذو اللي فارقين بي هذا لا ما يقدر يصح اخوتي ينحبسوا خمسه الواقيش من نظام كامل وين قال العشرية ويبقى النظام حاكم وين قال النظام جديد انتم تضحكوا فوقنا اهلا ما يتواس كابانا 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 قال النادي كابانا بس هذا كابانا من الضحك على قولنا وتقولون العشرية العشرية لا هذه اللي حاكمتنا شطرة هو عبد العزيز ما مقابل في العشرية سنة من كان حاكم من كان حاكم موريتانيا اللي هذه الجماعة تمت حاكمتها جو عبد العزيز ايوا شاي تقول معناه ان ما تيتنقي حد نسمع حد يقول العشريه مفسدين مفسدين العشريه لهم الحاكمين وانا مازلت راهي نكررها السيد الرئيس طالبك تطرس عنا كل عبد العزيز القوم معاه بريئين وتحبس الناس اللي نهبت العشريه اللي مازلت جايها انتم يا اللي تقولون شنو انتم معدلين الدنيا فيستا احنا واقفين تم ولا ساكت لا عنا النفاق احنا زرقنا لك ولا عنا متندمين انا زرقنا لك انا بعد ماني متندم اني زرقت لك وفخور باني زرقت لك وزرقت لك مقتنع بي يا غير انت مني انت ما تريد تحاكم حاكم تاعك مادة هي الفارقه بيك ولا توصل لك ما هو الكذب ما توصل لك ما هو الكذب ولا توصل لك وتبارك معاك تديرك في المشاكل تديرك في المشاكل السيد الرئيس يقولون يقولون واحدين العشريه 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 اللي هذه هي الحاكمه انا ما بقيت نسمع حد يقول العشريه والله بعد يتم يقول العشريه وخيرت يعقوب احمد المرابط وخيرت حد لا يسمي العشريه يقول لي العشريه الثانيه ولولا منين تراهم اللي تكلموا المأموريه الثانيه الناس الثالثه كانت تنضار لعبد العزيز الناس اللي كانت تطلبها لهي الحاكمه دبيتاتها هذا اللي نقول كل حد يعرفه معناها ان هذا وقول عند عشريه ما تلقايش حد يسكتوا فانكم ما عندكم شيء لا تقولوا لا ينام نقول شيء هذا مأثر على عليا الى ما قلت أنا نقول لكم إن هذا اللي يعدل في ذي العشرية الثانية من الفساد ما قطعوا عدل هذا اللي موجود ضرب من الفساد ومعدل ما قطعوا عدل ولا قطعوا خلق لأن من الفساد ضرب يحرق بدي وكان خلق في العشرية ثم قال واحد لا كنتوا في العشرية يا غير لأن من الفساد ضرب قال ما قطعوا خلق ما قطعوا خلق إلا ما قطعوا خلق عاد كل حد تاجر ضروة الشعب الموريتاني وعاد كل حد عنده بنك وعاد كل حد عنده بتي وعاد تبرق زينه فيها البنايات اللي ما يقدروا يتناوموا معها بلانش اسمها درجه وهذا من البرصات ما يقدر يصح والله هذا الخالق ضار هذا الخالق من الفساد في ذي العشريه الثانيه ما قد تخلق انا ماني ما بي نعرف العشريه نظام عبد العزيز خلق ياسر من الفساد هذا نعرفه ولا يقدر حد ينكره ولا يقدر حد يكذب عنه اخلق فيه الفساد يا غير خلقت فيه الجزاء مال منين خلقت فيه خلق فيه الفساد خلقت فيه الجزاء ذاك يا من موسى ولا يقدر حد ينكرها وراني ما ندافع عنه يا غير خلقت فيه الجزاء مع الفساد الفساد الحقيقي خلق في العشرية بنظام عبد العزيز يا غير خلقت فيه الجزاء ايوا يا غير ذا الخالق من الفساد انا ما قد شفته اطلعوا لي قدموا لي الجزاء خلقت تفضل قولوا لي الانجازات المعدلة اظنكم مخلين ولد الشارقة اسباني عدل الانجازات
وضركم خلينه تعدلش ما تملى فارقين بيه تكذبوا بيه ها وتوقفوا وترقصوا وتقولوا وقف ولا يصبروا تحرف يا حبيبي الحريه اذا كانت معدله منين قمنا نزقوا لان 5 سنين مرضى نزقوا نطالبوا بالزراعه يعود دارك عند الاكتفاء ذات ما يعود مشى لنا شهر القرايه ولا خلينا ندخلوا انا وكلبي اللي معايا والمزارعين ولا عدله الزراعه ولا عدلنا ما هو شخري لا اللي يخليك شنو تكلموا انتم قولوا لي اعطوني الاجازات لو عدلت عقب عبد العزيز اعطوني انجازات من نقيسوا جزر بمكو انا قاعد نقول جزر والله صالة الشيخ العزوان هو لا صالة هاي سابع الجزر ايوه شنو ثاني تكلموا قولوا لنا الاجازات اعطوها لنا ان اعطوا لنا الاجازات حق الله اعطوها لنا احنا نقدوا لها قابضنا الاقبال قابضنا اقبال الانجازات الجزات في معدلة العشرية وعدل فيها الفساد والله يا الفساد اللي خلق في العشرية ولا خلق من 86 الفساد ولا خلق في العشرية يا غير يحرق بي ذا الخالق ظهر من الفساد في 4 سنين كانوا قط خلق في نظام لا ولا الطايف ولا علي ولا سيدي يرحم الجميع اللي هو بعد علي وسيدي ولا ولا عبد العزيز ذا الخالق ظهر من الفساد ما قط خلق ولا يقدر يقولوا حد الحين قال كلمة كلمتين وإنجازات ومتباركين لك مع شي بويا فصل معاك للناس وقول لهم لا ترى يعدلوا لك تقويم 4 سنوات ما عينا بويا لا ما قطع عدل ولا عيش انت ذيق بنفسك وهذا الناس فتصل معاهم انت الناس اللي سكت له الزرقت اعشرته وقبضت العشريه وتقول العشري وكلكم يتكلم ويقول العشري لا تظلموا الناس اطرصوا عليكم العبد العيوبهم وجحدوا العشريه خدوها العشريه لا ما زالت مستمره ثم تعرفون منين مشينا نعطى اللي تم حاكم بالتوم الى ينزل نفس الجماعه والجماعه هي اللي كانت تفسد وهي اللي كانت حاكمه يا غير قاعده ما نروح نضور العداله نضور يقدروا هاك يعدلونا حقيقيين ندور ما يعود مازال فينا البليدات الكاتل من العطش ندور نواكشوط يقض عنه العطش ندور وطار يجي الضب ما يتم لا ينقطع عنه المدن ما فيهم الضب اذا ما هو ضب ولا هو وحد حد شاف سيني قال هذا ما عنده ما وقفته يكسر منين يدخل موريتانيا يكسر واحنا عندنا تراب طاهر نقدروا نزرعوا فيه وصغينا للزراعه وصغينا لكل شيء غير ما علينا علينا حد متكلم ان بقدر الزراعه شكينا انك لا تستجاب لنا وشفنا كذا الزراعه ما استجبت لنا وانت قاعد تعود عندك اليوم الاكتفاء الذاتي احنا في الكوان نعود نجينا البصر ها وحنا نواكشوط كان يرى في الايام نادره ادعموا ادعموا مزايا نادره مختصين بالبصر في الوديان ادعموهم معكم لا بيكماش بيك مني هذا لا يجيبوا التجار من الابصار من الخارج ويربحوا به النص ايه ادعموا الزراعه ادعموا افتحوا لنا الخضروات اعطونا الماء اعطونا الماء بين وادي الناقل ذي الارض قسموا علينا نحضروا فيها الخضروات قسموا اعطوا الماء اعدلوا صندجات الناس تعدل الخضروات الى اعطوا هامكم شيء انتم شامكم ها هامكم لا ما نعرف انا بعد خايف على موريتانيا منين يتم ذا الحال ذا الحال ويتم الكذب يصنت ويتم كلها يقولها كذا وين قال لك شو افتح التلفزه راهو فلان قال فلان ايش لاه يقول قالوا لي تكذب والله ايش قال تخدموا الموريتانيا انا قابضني انا لقبل ها حزب الانصاف ايش قال تقدموا الموريتانيا انا قابضني لقبل شنو اتحاد مجلس الجمهوريه ها عادل بي ار دار بارداس حزب الواحد اش قاعد تعدلوا هاي لا جماعه قال لي دير ولو بدو ومنتو هي موريتانيا دولة وخيامها معروفين خيمتها موريتانيا معروفة الرابطة المؤسسة العسكرية والأمنية والتعليم والصحة وهذا انت ما انتم تبانوا ماكم شاقلين فيه كنا نطلبوكم تزيدوا خلاص الدار قاعدين نطلبوكم تنقصوا والمتقاعدين اللي قاعدين هم كلهم ترك كلهم جد وياسري ما مشوي ما قد تزيدهم ما تلاقوا قد يتعشى
وما عارين من يمين ويقولوا لوحدين البصر ما هو ما ولا يخلي والبصر الى ما ندعم فرصات رجال اعمال تحت تحرم ونعطاها التراب وعدل صندجات وانتر من البحر ما لا يخلقش احنا لا انت مخالي وتفاجئت من الرواية ما شفتهم مركز ولا سياسي ولا حد معدل ندوة عن هذا الواقع في منطقة الساحل دول الساحل. اختي نقول لكم يا الشعب الموريتاني ان احنا موريتانيا لا واحدة من دول الساحل. احنا لا من المنظومة وهذه منظومة مساعدة هذولين قاعدة فرنسا بدعم من امريكا واسرائيل وندخلت هروس ولا قلابات فيها مشجرين لهاش حد تتحرك احنا يغلطنا نوقف ويغلطنا نعدوا الندوات ضد الذين قالوا لا قلابات به اذا ما تردع لا قلابات ويغلطنا نوقف ضدهم ونسكوا ونقولوا لا قلابات ندوا بهم ما تردع الدحر والله لا يتم واحدين في الانجازات الوهميه ما هي خارجه ها اذا ينحكموا بالقابله ما يتواصل موريتانيا شعب مسلم ومسالم وشعب متدين ويا ضدكم يا ضدكم تفهموا انكم ماكم كيف الدول اللي انا سني قال جاي منها راهم المظاهرات يوميه والتهديد وراكم شفتوا فريق الاخر الروس ذاك تزقنا بها وقلنا راح قوموا مع روس يا الشعب الموريتاني قوم مع روسا قوم مع روسا افهموا ان الشعب هو الدوله وقفوا مع روسكم والانقلابات ما تلد دهر وياضتنا نعدلوا ديمقراطيه ملي ما هي خارقه ما هي خارقه ديمقراطيه كذبه وذا خارج منها ما هي خارقه بصفه نهائيه ديمقراطيه ما هي خارقه ما هي خارقه ولا يجد لها حد ان الديمقراطيه خارقه وكلها ديمقراطيه ديمقراطيه منين ديمقراطيه منين وخارقه ملي روايه هم لا نقولها لك يا مقام رئيس الجمهورية هذا الممحول لك فيه هم وهوك وتصاب هوك وحكيم ذا تم تعامى عن يوسف تم تعامى عن يوسف تعامى عن يوسف انت اكبر من هذا محمد بو الشيخ محمد فاضل الى عاد قال كلمه واحنا رصبنا عليه وزرقنا فيه وطالبين واسمح لنا وطالبين الشيخ كامله تسمح لنا دخل واطلس عنك محمد بوي والشيخ محمد بادر اطرسوا عنك اطرسوا عنك خلوا عنك خلي عنك شي يفوت خلي يفوت اطرسوا عنك اطرسوا اطرسوا عنك نائب برلماني وحد قبه البرلمان كل شيء يقول اطرسوا عنك خليه يفوت احنا والله يا انا بعد شخصيا اللي نعرف ان عندنا عداله معجبه وعاجبتني العداله موريتانيا وعاجبتني الامن وعاجبتني المؤسسه العسكريه بصفه عامه والامنيه عاجبيني وعاجبتني عدالتنا جدي نعرف ان قضاتنا اكفى ونعرف ان شي قاسم ما هم لا يعدلوا فيه ما هو ذاك الصالح ونعرف ان القاضي اللي جاء ذاك الملف انه يدور يطلس محمد بوري شاه محمد فاضل مع انه ما يعرف شيء ولا نعرف شو ما هي لعد الاكرام يا غير ذهب لي ان رئيس الجمهوريه يلا يعمل بطريسته ما يخلي عنه رجع البرلمان به اللي البرلمان يتباط وهلو ويتخطى وشمناها كلها قاضي مقعد الاخر وكلها يقول وهي قبت البرلمان كل شيء قال لي ويا ضتنا رئيس يتعامل عن يوسف ولا يقبل مولي حد تري يا واحد الناس واحده بالمشاكل ولا عندها باش تعشى وخاليها الجوع سيد الرئيس والله الناس اللي خاليها الجوع خاليها تبرق زينه تقسم لا لقنيه الا الواحد يقسموا عليه طاوله نمروين لين يبنيهم يلا طاوله وهنا قرين والناس تنعطى لها بيكا 14 وبيكا 15 وتنزل كشوف اما يتواصل ساو الشعب ساو الشعب ساو الشعب افهموا نحن شعب واحد ما بينا حد افضل من حد وساونا ساونا يا اخوتي ساونا بياك نحافظوا على امننا واستقرارنا ووحدتنا ما نقدروا نحافظوا عليهم ساق ما خلقت العداله والمساواه العداله خالقه العدالة عيانة في المساواة في التعيينات وفي الوظائف وفي الثروة هذه هي العدالة عندي أنا العدالة في الثروة وفي التعيين وفي كل شيء ما العدالة عندنا عندنا عدالة وذايق فيها يا غير ما عندنا العدالة في التعيينات
ما بهم عداله ولا بهم عداله بالطروه. منين هذا؟ انا اذا قد جيت القاهره قرصوا لي كم القاهره من موريتانيا كم فيهم بنك، قرصوا لي مواد شوطر فيهم من بنك، لا ما يجي صح. ومات مات اليوم بيعت بيعت النعناع الدور تطل بالصبح وعطني طالها بنك، ما يجي صح. ما يجي صح. كل قرن عاد فيه بنك ذاك، ولما اللي يقولوه في المديه ما مكسحاني ذاك بنك الفلان وذاك بنك الفلان، هذا شنو معناه؟ اللي فوضى والله شنو؟ يا الناس راه والكم هذا ما يتواسع، سيد الرئيس راهم اللي معاك جاهرين من تحته. انت شهادة لي انهم لا يعدلوا لك والله لا يقولوا لك المهات وقالوا للعبد العزيز. انت ما تقدر تعدل لهم ما عدل لهم العبد العزيز، اطلصوا في الدولة تم ويبطشوا فيها ويوكلوا ويبطشوا يوكلوا شم الفقراء الين استغنى. عداك انك تقدر تعدل من تعدل لهم العبد العزيز خلص انه يزرقوه. يدور يعدلوا هذاك انت ولا انا راجين بعد شيء يخلق ما هو شيء صالح. بين الموريتاني نقولها لا شيء صالح ولا نقولها ما هو شيء شي صالح. يقين مطالبين بالعدالة، مطالبين بالعدالة، وأولادنا ذوك ما عمرانقين وصدق عليهم فاملي، وطلبنا كم 100 مرة أن الدولة تتوتر المطياي اللي ينقلهم يردوهم جايين، وطلبنا أن تعدلنا منطقة الترازة منطقة اقتصادية، وطلبنا أن تعدل فيها السياحة وتناول فيها مصانع وفنادق فياك وشغل فيهم الشباب، لا ما شغل فينا، إن قالنا مجانين. واولادنا يا الله يشونا من امري اراهم اخلاو عاد يصدق انهم احنا دوله غنيه. احنا عندنا احنا اظن عند الخليج عند الامارات عند احنا غنى من الامارات وغنى من قطر يا غير عند المدد سجر احنا ما نسجر احنا يسجرونا شي من ماني قايل شي تو اذا ما خالك حد ما يعرف ماني سامي حد يا غير معروف الناس اليوم اللي استغنى هذا 4 سنين معروف الناس اللي ردمت البقر فيهم شنو الواوي هذا ما يقدر يقول لي حد كذب ولا يسمي حد ولا يستدرج اني حد لي تسمي حد ومعتذر لي حد قد سمي ماني مسمي حد يا غير 4 سنوات استقنات فيهم شن الواوت قايل ردمت الفقر انتهت فيهم ممتلكات الشعب ونعرف اني بعد اللي يقول ما قايلوا لي حد ولاني ماني تابع حد ولا نمثل حد ولا نمثل قبيله انا نمثل لا روح هيبه ولا هيبه ما نمثل ما روح وبلا قبيله قبيلتي بها بعض يا غير ما نمثلها ولا نعدل سياسه مع السياسه القبليه ولا رابط عندي رابطه بحد عندي رابطه بذا اللي نقول نتحمل مسؤوليته نتحمل مسؤوليته ذا اللي نقول نتحمل مسؤوليته ما نرجع حد ولا عبدني ذا اللي نقول بيا لا عزت موريتانيا بيا ماني على الصفحه ولا ينرصوا براك ولا ينرصفش ولا ينبيع عندي كامل ياك نقضى 4 ملايين وخمس مليون تم قايس امريك ياك يعودوا صدق لي يحول بيني معاه اذا بدي نجبر موريتانيا يعطيني مولانا تجي الصحاب ونحرث شرق المي هنا كاع بندي احنا راه ما نعرفوا الموحول فيه انا اقلبني نشوف شفت انا دواء ندوات تذمين كل يعدل ندوة تذمين إنجازاته للشاه القزبان ما شفت حد معدل ندوة يندد بها بخطورة الانقلابات اللي متباركة مع داخلين فراغية هذا يضي يندد به والانقلابات ما يندعم ما رأيت حد واحد يندع 4 سنوات من الإنجازات وين هما الإنجازات مرقونا ذو الإنجازات انتم مرقونا ذو الإنجازات نعتوه منه نعتوه منه لا قلت لكم بعد تعطوني الاجازه اللي ماشي انا بعد شرط تركب علي بس سنتين هامه واحده ذا المهرجان اللي نسقي فيه المليارات الثروه الحيوانيه صارت مبدل واحده انطلاق الحمل في القراي نعتوني ذا المعدل في القراي ونعتوني ذا المعدل في تنبدر هذا منين تنعتوني نصمد عنك نسكت ما عاد فيهمش شي شي ولا الكلام احنا ما رينا لبعض رينا لا الاقوال في 4 سنين لا الاقوى الزين لا الاقوى هما الراينا لا الاقوى عادي واخر رئيس لا الاقوى ولا هالرجع امال نقولها علن الطالبي التحقيق هما رجال الثروه الحيوانيه وعدل في تنبات شخربوا وذا اللي قال فيه وين ونطالبين امال
انطلاق الحمل من القرايه، ذاك اللي يعاهد به المزارعين يجبرهم اجبروش اللابتنات الخيام ونسقل لهم الماء، وهم ما مكرات من عندهم خيمه، جابوا لي بالخيام من واكسو وبتناوهم عند ادوابه، وهذا هو الخليق. يا اخوتي يا اخوتي توبوا لمولانا، كل كل ماشي يكذب ويعدل يقبض بندق ويقول الثروه تقويم 4 سنوات من انجازات رئيس الجمهوريه، 4 سنوات خلونا عنكم، قولوا تو ان 4 سنوات جات كورونا وحرب الروس، الانجازات ما خدموا ولا خلقوا، وذا الجسر ما هو جسر، هذا ذا اللي يخلق اللاك صالح صالح منذ صالح، البعض قال انها قاعد يصالت كامو اللا صالح، قيسوا ثاني قادرين في حالتكم، شوفوا خلصوا الجسر الحقيقي. وحنا بعد ما ندوروش ندوروا الا العداله وتطبيق العداله والمساواه، تطبيق العداله والمساواه والرجل المناسب في المكان المناسب، وندوروا ذم الاطور اللي عندنا يندار الوضع المسقمي ما تمنى جماعه واحده هي اللي تعين، هذا ما هو صالح. الساعه اللي عرفناها اللي هي ما يعين ما هو هي. ايه هاي الجماعه تمنى، وهذه الوزاره تكلم 30 سنه وزير و40 سنه يتصلوا معنا. عندنا الخطور يا اخوتي وعندنا ندور العداله، عبد العداله ما العداله عندنا غير ندور العداله في التعيينات وفي الثروه، ندور المساواه ثروتنا ثروتنا. انا ماني ممكن نتكلم يوسف ما ممكن يلي اذا العمدي منين نقولوا ماني لا نقولوا قاع بيلي خايف من نقول شيء ما هو صالح. يا غير طالب طالب من رئيس الجمهورية منين يعود محتفظ بجماعة العشرية يطلس عنه ولا عبد العزيز وقوم ولا عبد الفات معروف انه بريء ويحيى برع نفسه ومعروف انه محمد سالم البشير ما سيكين ما عدا الشجاع ما عدا الناقصة ولا عبد ولا اسمه ولا داعى الا واحد من الكيكلة اللي عمل عشرية شنو؟ محد بسلام، الا اللي نعود ينحبسوا، ينحبسوا ذلي، ذلي سارقين، ذلي مازال، ذلي نهبوا ممتلكات الشعب، ذلي لهم مجد نهبوا ممتلكات الشعب، سيد الرئيس اطلس عنك ولا عبد العزيز وجماعته، اطلسها كاملة، خلي عنك تمشي، والله احبس الجماعة اللي معك، الجماعة اللي معك هي العشرية، أنا ما بدي تكون العشرية، العشرية ما بدها تحرك، هذه لا هي العشرية، بإذن الناس لا هي خلق العشرية، وأنا عندي عني افترت نبغي نقول ياسر يا غير افترت لاينا لا داعدين لاينا لاينا وشاكركم بعد المتابعين كاملين شاكر والسلام عليكم ورحمه الله.